وعدت علينا سنين واحنا عايشين في سلام، نبني في بلدنا ونربي في اولادنا، لحد يناير 2011 لما الشعب كله نزل الميادين. المطالب كانت بسيطه ومشروعه، والجيش وقف معاها وحماها، بس للاسف الثوره اتخطفت، والشعب اللي كان نايم يحلم ببكره صحي على كابوس. مين اللي دخل وخلصنا؟ جيشنا، ما هو منا. وقف وقفه بطل وحط روحه على كفه وقال: اللي هيقرب من مصر انا هشيله من فوق وش الارض.